مشاهدينا، وننتقل من الشأن العراقي إلى الشأن التركي. في إطار استمرار الرئيس رجب طيب أردوغان في انتهاكاته الواضحة ضد أقليات في تركيا لفرض السيطرة وقمع الحريات، ادعت حكومته بأن عدد الأرناؤوط في تركيا 10 ملايين فقط، رغم أن حقيقة الأمر أنهم وصلوا إلى 22 مليون. طلبت مؤسسات المجتمع المدني في تركيا بضرورة حل مشاكل الإيغور المزمنة لما تشهده هذه الأقلية المتواجدين في تركيا من قمع للحريات وصعوبة واضحة لتوفير احتياجاتهم الأساسية كالعمل والصحة والتعليم أيضا المأوى. وللمزيد من المتابعة في هذا الشأن ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أسامة عبد العزيز الكاتب والمتخصص في الشأن التركي. يعني أستاذ أسامة، برحب بك على شاشة إكسترا نيوز. في البداية، يعني كيف ترى انتهاكات أردوغان للأقلية في تركيا؟ يعني لا يجدون ربما أقل احتياجاتهم أو الاحتياجات الأساسية مثل العمل والصحة التعليم وأيضا المأوى. يعني خلينا نقول باختصار شديد انه سياسات حزب العداله والتنميه بالتاكيد هي سياسات عنصريه واضحه جدا، لا تهتم طبعا بالاقليات بل تحاول ان تقضي عليهم باي شكل من الاشكال او تهمشهم حتى لا يكون لهم اي وجود على الصعيد السياسي بالتحديد. نرى ما يفعله حزب العداله والتنميه مع الاكراد يشكلوا 20% من سكان تركيا. نعم. ماذا يحدث معهم؟ فهذا الامر
ينسحب على كافة الأقليات بما فيهم الأرناؤوط اللي من أصل ألباني. الحقيقة إنه سياسات حزب العدالة والتنمية تتسم بعدم الشفافية، وهي سياسات واضحة تماما لجميع المتابعين للشأن التركي. لكن على كل حال هناك ما يطمئن أن حزب العدالة والتنمية سيواجه متاعب ومصاعب شديدة جدا جدا خلال المرحلة المقبلة. آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أوراسيا، ما طبيعة هذه المصاعب التي ربما يواجهها حزب العدالة والتنمية أستاذ أسامة؟ يعني بس خليني أكمل الأول فكرة، أنه هناك استطلاع أخير أجرته مؤسسة أوراسيا، دي الأشهر في استطلاعات الرأي في الداخل التركي، تؤكد هذه الدراسة أو النتائج كشفت عن أنه حزب العدالة والتنمية سيواجه الموت السياسي خلال عامين. سيواجه مصير حزب اليسار الديمقراطي الذي لم يعد له أي وجود ولا حياة في السياسة التركية. المصاعب اللي بيواجهها الأقليات يعني أظن ليست بعيدة عن أحد، زي ما ذكرت لحضرتك آنفا ماذا يحدث مع الأكراد في جنوب شرق تركيا. الحقيقة يواجه مصاعب شديدة. يكفي أنه أكثر من 42 رئيس بلدية منتخب كردي تم إقصائهم تماما، رغم أنهم منتخبين من الشعب التركي بحجج واهية وعديدة. بعضهم ألقي في غياهب السجون والبعض الآخر. طب أستاذ أسامة، يعني سريعا وأخيرا وأنا أعتذر عن ضيق الوقت، هل من الممكن أن نشاهد تحركات لهذه الأقلية ضد أردوغان وحزبه؟ كل الأقليات تأكد تماما أنهم يندمجوا في أحزاب بعيدة عن حزب العدالة والتنمية، ويشكلوا قلق وهاجس كبير لحزب العدالة والتنمية. أعتقد أن المرحلة القادمة انتخابات 2023 إذا قدر لها ألا تكون انتخابات مبكرة سواء على المستوى البرلمان أو المستوى الرئاسي، تشير بما لا يدع مجالا للشك حزب العدالة والتنمية سيواجه مصاعب شديدة جدا جدا، لأنه هناك حزبين. نعم أستاذ أسامة، أنا أعتذر عن ضيق الوقت. يعني أستاذ أسامة عبد العزيز الكاتب المتخصص في الشأن التركي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا لختام هذه الجولة من الآن. أشكر لكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء.